برحب فيكم أعزائي الطلاب بدرسنا التكاثر ونماذج من التكاثر اللاجنسي، يعني بداية الدروس اللي بدنا نفصل فيها بعملية التكاثر بعد ما انتهينا من التكاثر الفيروسات. طبعاً العصفور هاد يتعرض للصيد والموت والكذا، فهو دائماً يحتاج أن يجدد نوعه، وأكيد يجب أن تكون العدد مثلاً مو قد بقد، يعني الأب بس بيجيب واحد أو الأبوين فرد واحد، وإنما بيكون العدد أكبر حتى تستطيع الكائنات أن تواجه الظروف، لأنه هدلول الجيل القادم الصيصان الصغار هدلول ممكن يتعرض واحد منهم للموت للمرض لكذا، فيجب أن تكون الأعداد أكبر من الآباء، الأعداد الناتجة أكبر من الآباء حتى ما قلنا تؤمن الزيادة وتكون عملية التكاثر مفيدة. المهم نبدأ بعملية التكاثر تعريفة. منقول هي عملية حيوية تهدف للحفاظ على النوع من الانقراض وتوفر له الزيادة العددية في الظروف البيئية المناسبة لتحقيق التوازن مع الوسط، يعني يكونوا هالجماعة مثلا من الأسود هن بعدد مناسب للوسط، حتى مثل ما قلنا إذا مات واحد يضل فيه واحد تاني أو ثلاثة أو كذا، فهي معنات الفكرة هي. طبعا في الظروف المناسبة تتم عملية التكاثر، فكل كائن له ظروف معينة بنحكيها طبعا بنعرفها. المهم الخطوة الأولى في التكاثر أو الأساسية هي نسخ المادة الوراثية، لأن عملية التكاثر يجب أن تضمن نقل التعليمات الوراثية من جيل لآخر، لأنه أهم ما تحتاجه الكائنات أثناء عملية التكاثر هي نقل تعليمات الوراثية إلى الأبناء حتى تأتي بأنواع مثلها، فيتطلب ذلك النقل عملية تضاعف لهذه المادة الوراثية. طبعا كله بيتم ضمن نطاق شيء اسمه الخلية، لأنه بما أنه الخلية هي التي أو هي التي تكون الوحدة البنائية في أجسام الكائنات الحية جميعهم، فهي الفكرة اللي هي عملية التكاثر تعريفة وماذا تتضمن. الآن دائما التكاثر يأتي بأفراد صغيرة وحتى جنينية أولا، فتتطلب عملية النمو وهو الزيادة العددية، هذا بالتعريف، في كتلة المادة الحية من خلال تركيب المواد التي تتركب منها وخصوصا البروتينات، يعني هذا حتى قبل ما يكون مولود هو جنين، فيتطلب حتى يوصل لكائن إنسان يشبه الإنسان أنه يكبر ينمى، فهذا النمو يتطلب ماذا؟ تركيب مواد التي تبني منها الكائنات أجسامها وهي البروتينات. مراحل النمو، أولا زيادة عدد الخلايا، لأنه تعرفوا بتبدأ من الكائنات من خلية واحدة حتى لو كانت مثلنا كثيرات خلايا، لكن بالأصل نحن خلية واحدة هي البيضة الملقحة، فزيادة عددها عن طريق شيء اسمه انقسام خيطي بآلية درسناها السنة الماضية، وشايفين الخلية تصير تنتين مشابهتين تماما للأصل، تحوي كل منهما نفس المادة الوراثية نفس كميتها نفس عددها. غير هيك زيادة حجم الخلايا عن طريق الخلية ما بتضل هيك صغيرة وإنما بتكبر. الآن الخطوة المهمة وهي التمايز الخلوي، أي التخصص الشكلي والوظيفي للخلايا، فالخلية بتاخد شكل ووظيفة معينة في النسج والأعضاء التي ستشكلها، يعني مثل نسيج عصبي نسيج عضلي، كل نسيج له خلايا فيها أو فيها النسيج تكون لها شكل معين ووظيفة معينة بالتالي، تمام؟ هذا كله اسمه التمايز الخلوي.
نمو والتكاثر. خلصنا من تعاريفهم، فهمنا الفكرة، الآن لنبدأ بشيء اسمه أنماط التكاثر. الكائنات الحية جميعها تتكاثر وفق هذه الأنماط الأربعة المشهورة، يلي هن جنسي ولا جنسي، وتكاثر بكري، وتكاثر الفيروسات. تكاثر الفيروسات درسنا وشفنا أنه فعلا هو عملية استنساخ للفيروس ضمن الخلية الحية المضيفة، وحكينا بالتفصيل. تكاثر البكري يلي هو أنه الأنثى هي قادرة دون إلقاح أن تعطي أفراد جديدة من خلال أنه خلاياها الجنسية الأنثوية التي ينضجها المبيض دون إلقاح تتطور لتعطي أفراد جديدة، حنفصل فيها كمان بهذا الدرس. لكن هلأ أنا عندي هون التكاثر الجنسي واللا جنسي، هن الأشهر في الكائنات الحية. فعندي باللا جنسي يتم إعطاء أفراد جديدة من فرد واحد، وذلك دون إنتاج أعراس، وتكون الأفراد الناتجة مطابقة للأصل، لأنه قبل التكاثر يتم تضاعف المادة في هذا الفرد، المادة الوراثية، وتوزيعها إلى الخلايا الناتجة، فلذلك ستكون الأفراد مشابهة للأصل تماما. إذن لأنه يسبق ذلك تضاعف المادة الوراثية قبل التكاثر، هذا اللي بيتم من فرد واحد. التكاثر الجنسي يتم باندماج خليتين عروسيتين، كل منهما صيغتها واحد نون، أي تحوي نصف المادة الوراثية، نصف العدد الصبغي. تنتجان الأعراس من فرد واحد أو من فردين خنثى، من فرد واحد خنثى أو من فردين ذكر وأنثى، اثنانهم أكيد بيكونوا من نوع واحد. وعند التقاء الأعراس تتشكل البيضة الملقحة، البيضة الملقحة تكون هي الخلية الأولى في الجنين القادم. الأفراد الناتجة مختلفة عن أبويها ببعض الصفات، لماذا؟ لأن الفرد الناتج من هذا الالتقاء بين العروسين يحمل صفات من الأب وصفات وراثية من الأم، فلذلك ستكون الصفات للأبناء مختلفة عن الأبوين طالما في اختلاط بالصفات الوراثية هنا. حنشوف المقارنة بين الجنسي واللاجنسي من حيث إنتاج الأعراس بالجنسي طبعا، أما باللاجنسي فبدون أعراس. الأفراد الناتجة مختلفة ببعض الصفات، أما هنا فتكون مطابقة للأصل. الأفراد المنتجة للفردين أو فردين ذكر أو أنثى أو فرد خنثى، هي أهم شيء خنثى، يعني هو صحيح واحد لكن يحوي جهازين، جهاز التكاثر الذكري والأنثوي، المسؤولين هدول الجهازين في الفرد عن إنتاج الأعراس، تمام، التي تكون صيغتها واحد نون. نعم، هي مواضيع بنعرفها ديك السنة بظن. ونعم، وأما باللاجنسي فيكون الفرد المنتج هو واحد، يحصل فيه تضاعف المادة الوراثية ثم ينشطر ليعطي خليتين بنتين أو فردين ناتجين، تمام؟ إذن هاي بالنسبة لأنماط التكاثر. أتمنى أنكم ترجعوا تتذكروا فكرة مهمة، هي أنه الخلية تأتي من خلية سابقة بعملية الانقسام. الانقسام هو المفهوم الأساسي لعملية التكاثر. الانقسام في حقيقية النوى، خلايا حقيقية النوى هو من نوعين، خيطي يتم فيه المحافظة على المادة الوراثية، أما بالمنصف يتم فيه تنصيف العدد الصبغي. الانقسام الخيطي يتم من أجل تكثير الخلايا، ترميم الجسم، أما المنصف فيتم من أجل إنتاج الأعراس، ولذلك لا يتم المنصف إلا في الخلايا الجنسية.